السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم كريمة علي. هتاكلوا ايه في بورسعيد؟ طبعا بعد ما اكلتوا السمك والجمبري والكابوريا ولفيتوا في سوق السمك ولفيتوا في التجاري واشتريتوا كل اللي انتوا عايزينه، لازم تحلوا بقى. تحلوا بايه؟ بالشاميني كيك. لازم تروح عند شاميني كيك، ده اختراع مجري فظيع فظيع. مكانه فين بقى؟ مكانه في محافظة بورسعيد، الشارع الموازي ل 23 يوليو على طول، خلف البنك الاهلي في بورسعيد. لازم تروح يا جماعة المكان ده، مكان هيعجبكوا جدا. شمن كيك حاجة مختلفة جدا، ده اختراع فعلا، طعمه حلو جدا، مميز جدا جدا. وانا النهاردة هجيب لكم مراحل تصنيعه، بيتعمل ازاي من الاول خالص لغاية لما تاكليه. اللي كمان تحفة بصراحة، الكافيه فظيع فظيع، معمول بطريقة حلوة جدا جدا، نظيف جدا نظيف جدا. الاوردر بياخد ربع ساعة لتلت ساعة، حلو جدا بصراحة، هيعجبكم كل حاجة. انت هتختار الحشو بتاعك، سواء اوريو او تشيز كيك او كريز او مارشميلو. هي دي بقى طبقة الكيك اللي انا بقولكوا عليها، مختلفة جدا، شايفينها عاملة ازاي؟ طعمها فظيع. وده الصوص اللي انت بتختاريه، لوتس، نوتيلا، كراميل، فستق، كريمة تشيز، شوكولاتة بيضة، شوكولاتة باللبن، شوكولاتة دارك، زبدة الفول السوداني. استنوا، رايحين فين؟ لسه في كتير. دي بقى الكيكة وهي عجينة، وده الفرن بتاعها، ده المكان اللي بيسووا فيه العجينة نفسها بتاعت الكيكة. بسكوت، ريد فيلفت، اوريو، مكسرات، مكسرات، بيستاشيو، ده بيستاشيو، ده جوز هند، جوز هند، ده سكر وافل، سكر وافل. مش تمام. انتوا كمان بتختاروا الحشو اللي انتوا عايزينه، اوريو، وتشيز كيك، كرز، مارشميلو، براونيز، مربى التفاح، فواكه مجففه، مكسرات، كل ده تقدروا تختاروه في الحشو. وبعد كده تختاروا الايس كريم، فانيليا، شوكولاته، فانيليا وشوكولاته مع بعض. دول هنا لسه ما خدوش التسويه اللي هم عايزينها، لسه بيسووها خالص، شايفينها لسه ما اتحمرتش، لسه واحده بس هي اللي بدات تتحمر شويه، هما بيستنوها لغايه لما تتحمر خالص، لها درجه سوى معين. شايفين انا بقرب لكم ازاي؟ عايزه اقول لكم ان المكان كمان بيقدم عصاير، ميلك شيك، فانيليا، شوكليت، مانجا، فراوله، خوخ، فستق، مكسرات، نوتيلا، لوتس، اوريو. عايزه اقول لكم ان اسعار الميلك شيك مش غاليه ابدا، من 35 جنيه ل 50 جنيه اغلى حاجه. وكمان عنده صندي شوكليت ودارك شوكليت ونوتيلا ولوتس وكراميل وفراولة وصندي فستق، كل ده عنده. شايفين دي بقى استوت خلاص ازاي؟ بيحطها في جهاز معين برضو بيكمل سواها. ده اول مراحل تصنيع الشاميني كيك. انواعه بقى الشاميني فستق ومعاه ايس كريم شوكولاته، او تشيميني ريد فيلفت ومعاه ايس كريم فانيليا، او تشيميني مكسرات ومعاه ايس كريم برضو فانيليا، وكمان معاه عسل. تشيميني اوريو ومعاه ايس كريم فانيليا، تشيميني سكر وقرفه ومعاه سبريد كراميل، تشيميني جوز هند ومعاه ايس كريم فراوله، تشيميني مكسرات ومعاه ايس كريم فانيليا، تشيميني سكر وقرفه ومعاه سبريد كراميل ومعاه لوتس ومعاه ايس كريم فانيليا كمان، جولدن تشيميني ومعاه ايس كريم فانيليا، تشيميني بسكويت ومعاه ايس كريم فانيليا وحشوه تشيز كيك وسبريد شوكولاته بيضه. كل دي انواع انت تقدري تطلبيها من هناك وتشكلي براحتك، هيديك المنيو وانت تختار اللي انت عايزاه، والاسعار حلوه جدا يا جماعه. عايزه اقول لكم كمان ان المكان بيقدم مشروبات سخنه زي الاسبريسو والقهوة التركي والقهوة الفرنساوي والقهوة بالبندق، نعناع وينسون، شاي نكهات، كابتشينو، لاتيه، كابتشينو نكهات، فلات وايت.
موكا، هوت شوكليت، امريكانو، اسبريسو، كافيه نوتيلا، كورتو. وبرضو هناك هتلاقي سموزي، سموزي خوخ، مانجا، ليمون ونعناع، اناناس، مانجا فريش، فراولة فريش، جوافة فريش، كيوي فريش، ليمون ونعناع فريش، موز باللبن، كاكاو، سيفن اب، او اي مياه غازية برضو تطلبيها هتلاقيها موجودة عنده. المكان متنوع جدا يا جماعة. انا بحاول على قد ما اقدر اجيب لكم او اختصر لكم الحاجات اللي موجودة في المنيو، عنده حاجات كتير جدا. وده الشكل النهائي بتاعه يا جماعة باللوتس، فظيع بجد. انصحكم تروحوا هناك عند تشيمني كيك، فظيع فظيع، في محافظة بورسعيد في الشارع الموازي ل 23 يوليو خلف البنك الاهلي. لازم تروحوا هناك. اللي ما راحش المكان ده فايته كتير جدا. ده المنيو انا صورته لكم عشان اللي عايز يعرف حاجة، اللي عايز يعرف سعر حاجة هيقف عليها طبعا ويكبرها. كل الأنواع هتلاقوها موجودة، العصاير، التشيميني، الكيك، كل حاجة، القهوة، كل حاجة، كل حاجة هتلاقوها موجودة هنا بأسعارها. أنا مصوره لكم كله. وبكده انا جبت لكم تتفسح فين في بورسعيد، تاكل ايه في بورسعيد، ازاي تقضي يوم في بورسعيد. وده كان المكان بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشاروا لكل اصحابكم.